وقبل كذا نرحب بالمتسابقين. هلا وسهلا يا مرحبا الله يحييكم تفضلوا تفضلوا حياكم الله. هلا المتسابق احمد طاير العسيري واحمد العتيبي ومبارك الشهراني يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نورت. هلا بالنجوم. هلا بالرائعين. طيب. طيبين. لا 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 لا. لا مستوى عالي كذا. الله يسعدك. نور. الله يبارك فيك. الله يحييك. يا هلا يا هلا ومرحبا. هلا. لا لا الله يحييك كيف الحال؟ هلا هلا مرحبا شيخ. مرحبا. يلا حييك. نرحبكم في محلكم ترى. هذا. الله يرضى عليك. الله يحييك. الله يحييك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ تجي كذا اثنين أحمد وأحمد ومبارك ولسه باقي فيه متسابقين جايين وبرضو كمان نرحل بالزميل والصديق مدير المتابعة مرحبا سالم بن سعيد. يا مرحبا يا سالم. هلا وسهلا. هلا 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 بالشيخ مرحبا. يلا حي مرحبا مرحبا انت كيف الحال؟ ايش الحلاوة يا حبيبي؟ كيف الحال؟ طيبين؟ هلا بناصر. هلا صديقي. ترى جايك ركض. ابي اشوف من مدير صاحب القرار. لا 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 لازم. هلا ارحب ارحب يلا حي كيف حالك؟ عساك طيب؟ يلا حي كيف صحتك؟ هلا هلا مرحبا. يلا حي طيبين. يلا حيو كيف حالكم؟ طيبين. يا لب والله قلبك يا مرحبا اخوان الله يبيك. نرحب احمد واحمد ومبارك سريح وتفضلوا ونرحب فيك يا سالم. الله يطول عمرك. تجلس طبعا. اي سريح من بعدك والله. لا 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 والله من بعدك والله. البوكس واقف ها فيك شفت لا يفتى ومالك المدينه. يا اخي مدير الاعداد يا ما استطيع اني اكون مقدم وقت سواري موجود. إدارة الحوار راح تكون عند الإعلامي والأستاذ القدير أحمد سويري. أحمد تاتا. الله أكبر. الله يبقيك يا حبيبي. نعم حالك عليك زود. ودائما قبل ما أبدأ دائما يقول أي واحد اسمه أحمد مبدع. طبعا. نعم. فنبدأ بالأحامدة. نعم. أول شيء خلنا نبدأ باليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن. صلى الله عليه وسلم. عطينا ما عندك ورحب بالسادة المشاهدين. وش توقعات اللي جاية إن شاء الله بإذن الله لغد؟ يا مرحبا ألف. والله الذي لا إله إلا هو أني سعيد هذه الليلة بمقابلة ذا الوجيه وحاب أمسي على المشاهدين وعلى الوالدة بالأخص. الله يحفظها لك يا رب. أي والله والله إن شاء الله توقعاتنا خير اللي هو للشباب بإذن الله ونقول إن شاء الله أنا من المتأهلين سواء تأهلنا في أخيرة ما تأهلنا في أخيرة. نعم أنت الكسبان في جميع النواحي. أي والله الحمد لله ولو ما شفت وجيههم فوالله أني راضي. اي والله. احمد انت دخلت في برنامج صح؟ الله سابق كنت بالتصفيات. الله وطلعت. ولا ليش عدت التجربه من جديد؟ والله يا اخي انا انسان طموح ترى. ايوه طيب ما نجحت المره الاولى ليه ترجع من جديد؟ باقي اذا ما نجحت للحين برجع بعدين. الله الله للحين بعدين وان شاء الله ان الله يوفقنا وهذا من ثقتك في نفسك. الله يوفقك باذن الله. يقولون اديسون اللي ها حق ال كم مره سوى يا سالم؟ مثل ما سوى اينشتاين الله يوفقك. ايه لا يعني احيانا الانسان يقولوا كانت ألف تجربة ثم الألف واحد نجحت قالوا له يعني كيف صبرت؟ قال خلاص عرفت انه الألف ليست الطريق المناسب للنجاح فجيد جدا ان الانسان لان الامل هو وقود الحركة والحياة لم يحقق التشاؤم اي انجاز بشري. منور وبحكم انك تكلم مجانا سلم على الوالده. الله يجعلني فداكم. سلم 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 سلمت على الوالده. احس فينا اتصال من عنيزة. من عنيزة. من يلا خلاص ما عاد استقبل انا خلاص ما عاد استقبل. اي اتصال خلنا نسمع بس الكوميونيكيشن اللي صار هنا. ايه انا لانه وهو يتكلم انا احس فيه طاقه. اخذت انت الاكسنت حقه عسيري من سكان محافظة رجال الماء. والله ما عليك زود. الله يجعلنا اي شيء تبغاه من القناة انا حاضر. الله كذا لا 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 كذا رجال وحاضر تورك علي واضح. مدير الاعداد لابد ان يكون يتكلم في هذا الموضوع قبل ما تدخلوه قاعدين نقول المنطق والمشاعر ما تكون موجوده. ماني بقى عسيري ماني بقى قالها مدير الاعداد العسيري ابشر بس سعد الله يجعلني فداك وكل ما تطلب ملبى من اسامه المانع خارج اسوار القريه. الله وبعد البرنامج يا اخي هذه هي سرنا فيض الله وجهك بس وبعد البرنامج القريه والله معليش هذه هي صرامة مدير الإعداد. هذا نظام نظام. إذا لم يحصل البرنامج الإعداد هكذا فمن هو؟ بيض الله وجهك. هو وصل. هو وصل. الله هذه. هو وصل ما كمل. هو وصل ما كمل.
هو كان يقول داخل خارج القريه ابشر بي صح؟ اما عني انا ابشر بس سعد غمزه احمد احمد اما انا بالنسبه لي انا ما عندي اشكال في اللي راح يقدمه لك اسامه بس هب لي عريكه وهب لي حنين هذه بعدين اذا بعدين اجل التصويت راح طيب خلينا نروح ايضا بعد المتسابقه ايضا الثالث اللي نتمنى له كذلك ايضا الفوز